من أخاف الناس في طرقهم، يعني نفرض أن هؤلاء القطاع الطريق خرجوا يترصدون لكنهم ما ظفروا بأحد، لكن الناس تسامعوا بهم فصار الناس يخافون ويتحاشون هذا الطريق الذي يقف فيه أولئك القطاع، ثم ظفر بهم وهم لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا وإنما أخافوا السبيل فقط. هذا هو النوع الرابع، فهم خرجوا لأخذ المال لكن ما أخذوا مالا، هؤلاء ينفون من الأرض قال الفقهاء فيشردون متفرقين، أي لا يشردون جماعات، لأن هذا ربما جعلهم يعودون إلى قطع الطريق، يشتتون متفرقين لا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. هذا كما قال سبحانه أو ينفوا من الأرض.